بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. حبايبي طلاب جريد 7، How are you today? I hope you all the best. Today إن شاء الله هناخد quick revision على اللي إحنا أخدناه في منهج شهر فبراير. هنا بيقول لك إيه؟ بيقول لك the sum of measure of interior angles of any quadrilateral. The sum يعني البلس بتاع الميجر of any quadrilateral. إيه هو الكوادريلاترال؟ اللي هي الأشكال اللي فيها 4 sides. والله لك السكوير الريكتانجل، الصم بتاع الانتيريور انجلز هنا بكام؟ الفور ب 360. برافو. طب انا جبتها ازاي؟ والله عندي لو بيقول لك ايه؟ بيقول لك الصم اوف ميجر اوف انتيريور انجل ايكوال ان ماينس 2 تايمز 180. والله ده كواد، يبقى انت عندك الان هنا بكام؟ ب 4، فهيطلع 4 ماينس 2 ملتبلاي 180. او واحد يقول لك الكواد ده هقسمه لتو ترينجلز. انا عارف ان السم اوف ميجر اوف انتيريور انجلز ان اني ترينجل دول ب 180، وال3 انجلز دول ب 180، فيجيبوا لي كام؟ 360. طب هنا ان اني ترينجل هاز ات ليست بيس اكيوت انجلز، انت عندك هاو ميني اكيوت انجلز ان اني ترينجل؟ والله انا فهمت ان هو بيتكلم عن الترينجل. والله الترينجل فيه كام اكيوت انجل؟ ات ليست ذير ار تو اكيوت انجلز، على الاقل يكون عندك كام؟ تو اكيوت انجلز. بيقول لك the sum of measure of interior angles of pentagon، نفس الفكره، sum البلس بتاع الانتيريور انجلز اوف بنتاجون، استخدم نفس اللوب ان ماينس 2 ملتبلاي 180. ال ان هنا بكام؟ ب 5، وبالكالكوليتر شوف كام؟ 5 ماينس 2 ادي 3 ملتبلاي 180 تبقى ب 540. طب لو انت نسيت، والله البنتاجون عامل شبه البيت، انا عارف ان كل 3 انجلز ب 180، فال 3 انجلز دول بكام؟ ب 180. لو جيت عملت هنا كل ترينجل ب 180 وهنا ب 180، لو عملت لهم بلس هيطلعوا 540، وهي ال 180 ملتي بلاي 3، ان انا عندي كام ترينجل؟ 3. فانت ال n ماينس 2 ملتي بلاي 180. لو عايز يوصلك الجديد انزل تحت الفيديو واعمل لايك. هنا بيقول لك ايه؟ The sum of measure of interior angles of polygon of n sides. او عايز اللو بس ان ماينس 2 تايمز 180، ولما تيجي تكتبها على الكالكوليتر حط البراكت علشان الكالكوليتر هتعمل الملتبلاي الاول، لكن انا عايز اقول له البراكت الاول، فانت تحط البارانثيسز. طب ذا سم اوف ميجر اوف اكستيريور انجلز اوف تراينجل، الاكستيريور انجل انا عارف ان هم بكام؟ والله الاكستيريور انجل في اي شيب في اي بولجون ب 360. طب ليه؟ لان انا مثلا لو عندي تراينجل وليكن الانجل دي ب 80 وهنا ب 70، 80 بلس 70 150، يبقى لسه كام؟ 30. لو جيت تجيب الاكستيريور انجل كنت بجيبها ازاي؟ والله بتعمل اكستند لاي سايد. ها هنا عندي دي كلها ب 180 لان ده هاف سيركل، يبقى لسه كام؟ 110. طب وهنا لو عايز اجيب الاكستيريور انجل هنا اللي بره ده كلها ب 180، معايا منهم 80 يبقى لسه 100. طب وهنا ده سيرت، يبقى لسه لي كام؟ 150. لو جيت تجمع دي ودي ودي هيجيبوا لك كام؟ 360. وانت عارف اصلا ان الانجل دي ايه؟ رايت. طب دي والله رايت. طب دي رايت، فمش هيفرق يعني، لو صغرت الانجل برضه هو نفس المجهر. انا لو الترينجل ده حاولت ان انا اصغره، يعني انت مثلا الترينجل ده اهو، حاولت ان انت تعمل ايه؟ صغره. فانا لو اصغره كده، لو جيت تصغره، لو جيت اصغر الترينجل ده هيجيب لي بوينت، هيبقوا كلهم حوالين بوينت، هيبقى كل الانجلز دي حوالين بوينت، هيعملوا لي سيركل. فانت الانجلز دي عامله شبه الاسبنر، كلها حوالين بوينت، فيجيبوا لي 360. فانت على طول اعرف ان الاكستيريور بكام، الصم بتاعهم ب 360 في اي بولجون. يعني انا مثلا لو عندي سكوير اهو دي ب 90، لو مديت كده دي كلها ب 180، يبقى اللي بره دي ب 90، هنا والله دي ب 90، لو جيت تجيب اللي بره هتلاقيها ب 90، هنا دي ب 90، الاكستيرور هتلاقيها ب 90 اهو، دي ب 90، الاكستيرور ب 90. لو جيت اجمع 90 بلس 90 بلس 90 بلس 90 هيجيبوا لك 360. فانت الاكستيرور على طول ب 360، ما تلخبطش، لان انا لو صغرت الشيب ده كل اللي بره هيعملوا لي حوالي سيركل، فيبقوا ب 360. طب ذا ميجر اوف انتيريور انجل اوف اريجولار بولوجون اوف 10 سايدز، انا عايز ذا ميجر، مش عايز الصم كلهم، لا ده انا عايز انجل، انجل اوف ابولوجون اوف 10 سايدز، نفس اللو ان ماينس 2 تايمز 180.
بس انت عايز انجل فتعمل ديفايد ان. مستر الفكره ان الان هنا بكام؟ 10 سايد، يبقى انا هنا احط 10 وهنا 10، هتبقى 10 ماينس 2 ملتبلاي 180 ديفايد 10، وشوف اللي هتطلع كام واكتبها لي في الكومنت تحت. اطلع واحده من الانجلز دول. طب اللي بعد كده، ذا ميجر اوف انتيريور انجل اوف ريجولار اوكتاجون. هو الاوكتاجون اللي هو كام سايد؟ انا عندي البنتاجون 5، هيكساجون 6 من اسمه، هيبتاجون 7، اوكتاجون اللي هو كام 8. يبقى مستر هو عايز انجل، يبقى تبقى كام؟ ان ماينس 2 اللي هي 8 ماينس 2 ملتبلاي 180 ديفايد كام؟ انا عايز انجل يبقى 8 ديفايد على الان. 8 ماينس 2 اللي هي كام؟ 6. 6 ملتبلاي 180 ديفايد كام؟ 8. وهتجيب الكالكوليتر بتاعتك وتكتب نفس اهو، انا عرفت ان هي كام؟ 6. هتجيب فراكشن وهتقول 6 ملتبلاي 6 ملتبلاي 6 ملتبلاي 180 ديفايد 8 وتشوف بكام يا مستر؟ تطلع ب 135. هل في في التشويزز 135؟ اه، فانا هتطلع بكام؟ ب 135. ذا نيكست كويستشن بقول لك اف تو ستريت لاينز انترسكت. والله حاولت تتخيل عندي تو ستريت لاين وعملوا انترسكت، زين ذا ميجر اوف اتش تو فيرتيكال اوبوزيت انجل، الانجل دي والانجل دي فيرتيكالي يعني عاملين انترسكت في الفيرتكس والاثنين قصاد بعض، ار اي ايكوال ان ميجر، يبقى هي ايكوال. برافو عليك، سامع حد بيقول لي ايكوال ان ميجر. ذا نيكست كويشن، ذا بولوجون ويتش هاز نو دياجونال، ايه البولوجون اللي ما فيش فيه كروس؟ ها برافو، الترينجل. يبقى هو هنا مين؟ ترينجل. ليه؟ لان احنا قلنا الدياجونال بيجي ازاي؟ والله انت الدياجونال اللي هو لاين سيجمنت جويننج تو نون كونسيكوتيف فيرتسيز، اللي بيوصل راسين مش ورا بعض، نقطتين مش ورا بعض، والله ده دي فيرتكس وهنا في فيرتكس وهنا في فيرتكس، تقدر توصل نقطتين مش ورا بعض؟ هنا البوينت دي وراها خلاص بقى سايد، دي وراها فما اقدرش اكنسل ولا واحده، يبقى ده ما فيهوش ولا ايه؟ دياجونال. وقلنا الدياجونال بيجوا ازاي؟ والله ده تراينجل، فانا ممكن رايت فروم 1 تو 3، اخر واحده دي خلاها ماينس واللي قبلها بلس، 1 بلس 2 3، ماينس 3 يبقى بزيرو، يبقى ما فيش هنا ايه؟ دياجونال. طب لو قال لك هاو ميني دياجونالز ان كواد، الكواد اللي هم 4 سايدز، يبقى رايت فروم 1 تو 4، اخر واحده ماينس واللي قبلها كلهم بلس، 1 بلس 2 3 بلس 3 6 ماينس 4 اللي هي بكام؟ ب 2. طب لو قال لك ايه البولوجون اللي فيه نمبر اوف دياجونال ايكوال نمبر اوف سايدز؟ برافو، اللي هو مين؟ البنتاجون. ولو عايز تعمل تشيك رايت فروم 1 تو 5، اخر واحده دي ماينس والباقي بلس، 1 بلس 2 3 بلس 3 6 بلس 4 10 ماينس 5 اللي هي ايكوالز 5. بقول لك اتش لاين سيجمنت جويننج تو نون ادجاسنت فيرتسيز اوف ابولوجون از كولد اتش لاين سيجمنت، كل لاين جويننج تو نون كونسيكيوتيف فيرتسيز، راسين مش ورا بعض لما توصل النقطتين مش ورا بعض في اي بولجون، يعني ده بولجون دي فيرتكس، ها عامل جوين لتو نون كونسيكيوتيف فيرتسيز اتنين مش ورا بعض او نون ادجاسنت اتنين مش ورا بعض، يبقى ده ايه؟ از كولد لما انده اقول له انت ايه؟ دياجونال، يبقى ده ايه؟ دياجونال. اللي بعد كده مستر، ذا ميجر اوف اتش انجل اوف ريجولار هيكسجون، الميجر بتاع اتش انجل في الهيكسجون، الهيكسجون والله الهيكسجون اللي هم كام؟ انجل واحده بس، عايز 1 انجل، يبقى ان ماينس 2، لان هنا الهيكسجون بكام؟ 6، يبقى 6 ماينس 2 ملتبلاي 180 ديفايد 6، 6 ماينس 2 اللي هي ب 4، 4 ملتبلاي 180 ديفايد 6 هتطلع بكام؟ ب 120. ذا كواد، ايه الكواد؟ انا عندي كواد اسمه اي بي سي دي، والله كواد اهو، عندي اي بي سي دي، اي بي سي دي، ميجر انجل اي ايكوال ميجر انجل ايكوال تو ميجر انجل بي ايكوال ميجر انجل سي ايكوال 100، ايكوال يعني كل واحده من دول قد بعض، فانا السي ب 100 ده انا فاهمه والاي ب 100، طب تو ميجر انجل بي، البي هكررها مرتين عشان تبقى 100، يبقى البي بكام؟ ب 50، فانا المفروض دول كلهم بكام؟ ب 360، 100 بلس 100 يبقى 200 بلس 50 250، يبقى 360 هماينس منها كام؟ 250 هتطلع ب 110. هل في 110؟ اه، هو الفكره ان الصم بتاعهم بكام؟ ب 360.
ذا بولوجون ويتش هاز نمبر اوف سايدز ايكوال نمبر اوف دايجونال، لسه قايلينها من شويه. ايه البولوجون اللي فيه نمبر اوف سايدز ايكوال نمبر اوف دايجونال؟ رايت الانسر في الكومنت، ما تنساش ان انت تعمل لايك. طب لو جاب لي مساله اس اي دي فكرتها ايه؟ اه والله مستر كلهم عاملين شبه السبينر، كلهم ب 360، فانت الانجل الفيرست انجل اي بي سي ب 110، اي بي سي الانجل يا تكتبها ب 3 لترز يا ب 1 لتر. امتى بعمل رايت للانجل ب 1 لتر؟ لو مش هتلخبط فيه، يعني مثلا اقول لك انجل بي لو انت عارفها خلاص، لكن انا هنا لما اقول لك انجل بي انا مش عارف دي ولا دي ولا دي ولا دي، فلازم اكتبها ب 3 لتر. فانا هكتب دول تاني اهو، تاخد من الجيفن بتاعه وتكتب، اقول له ميجر انجل اي بي سي ب 110، وعندي ميجر انجل سي بي دي كوما ميجر انجل سي بي دي ب 35، وعندك ميجر انجل اي بي اي ب 140. طب هو عايز مين؟ ميجر انجل اي بي دي ميجر انجل اي بي دي بكام يا مستر؟ لو جيت تشوف اه دول كلهم شبه السبينر، كلهم ب 360. طب عرفت منين ان هم 360؟ لان يا مستر من اسمها كده، دي فيها بي ودي فيها بي ودي فيها بي ودي فيها بي، يبقى كلهم اكوميوليتيف ات بي، كلهم حوالين البي، يبقى كلهم بكام؟ ب 360، وماينس منهم اللي موجود ده، ماينس منهم ال 110 وال 35 وال 140، واشوف هتطلع بكام، واكتب لي الانسر فين؟ في الكومنت. طب اللي بعد كده، هنا الفكرة ايه؟ ان انا عندي كواد، وبدل ما انت عندك كواد دول فور انجلز وفور سايدز، يبقى الصم بتاعهم بكام؟ ها؟ يبقى الصم في انجلز ب 360، فانا هكتب له الكلام ده، هتقول له اي بي سي دي كواد، اي بي سي دي از كوادريلاترال، ده كواد. طب بعد كده يا مستر عندي ميجر انجل ايه ب 90، هتقول له كوما ميجر انجل ايه ب 90. طب وايه؟ وميجر انجل بي بكام؟ ب 3 اكس، كوما ميجر انجل سي بكام؟ ب 5 اكس، هوصف له اللي قدامي، وميجر انجل دي ب 2 اكس. المفروض ايه؟ ان كلهم ب 360، يعني ال 90 ها بلس ال 3 اكس بلس ال 2 اكس بلس ال 5 اكس ب 360، ها 3 اكس بلس 2 اكس يبقوا كام؟ 5 اكس بلس 5 اكس يبقى 10 اكس. يبقى انا اقول له مستر ال 10 اكس بلس ال 90 ب 360، هتودي ال 90 هناك بالماينس، يبقى دول بكام؟ اه يبقى ال 10 اكس ب 270، 90 ازود عليها كام عشان تبقى 360؟ 270، ال 10 اكس ب 270. طب انا عايز اكس، طب ما اقولكش اشتريت 10 ماركرز مثلا ب 270، يبقى الواحده بكام؟ هعمل ديفايد باي 10، وهنا ديفايد باي 10، ده هتروح مع دي 270 ديفايد 10، فالاكس هتطلع بكام؟ الفاليو اوف اكس هتطلع 27. فانا فهمت ان الاكس ب 27، ولو عايز تعمل تشيك 27 هتكررها مرتين تبقى 54، وهنا هتكررها 3 هتبقى 51، وهنا هتكررها 5، وجمع كل دول هيجيبوا لك 360. طب ذا نيكست كويشن، بيقول لك ذا سم اوف ميجر اوف انتيريور انجل اوف بولوجون از 1620، فايند ذا نمبر اوف سايد. هو الصم انا ممكن اكتب قانون الصم، ايه هو قانون الصم؟ n minus 2 multiply 180 equal كام؟ 1620، واتحل. هنا ممكن اعمل divide 180، 1620 divide 180، هجيب الكالكوليتر بتاعتك 1620 divide 180 فطلعت بكام؟ ب 9. فانا هنا هقول له ال n minus 2 ب 9، ايه النمبر اللي ماينس منه 2 يجيب لي 9؟ ال 11، يبقى ال n ايكوال 11، هتودي ال 2 هناك بالبلس. طب تعالى نشوف انذر كويشن، هنا بيقول لك ايه؟ ده ذا لاست كويشن، بيقول لك ان ذا اوبوزيت فيجر، ايه اللي انا شايفه؟ والله انا شايف هنا ان عندي سايد وعندي تو سايدز عاملين انترسكت، فانا استفاد ايه؟ استفاد ان اتش 2 فيرتيكال اوبوزيت انجل، كل اتنين قصاد بعض ار ايكوال، بس هو مش عايز كده. طب انا شايف ايه تاني؟ انا شايف ان ده ستريت لاين، فالمفروض اللي فوق دول بكام؟ ب 180، لان دول عاملين هاف سيركل، فانا هقول له هنا
ان الاكس بلس 3 اكس ماينس 8 ايكوال كام؟ 180. جمع كده، خدناه في الترم اكس بلس 3 اكس، لما اقول لك ماركر بلس 3 ماركرز هنا دول فيهم اكس، يبقى 4 اكس ماينس 8 ايكوال 180. ودي النمبر هناك مع اخوه، هيروح هناك بالايه؟ بالبلس، يبقى ال 4 اكس 172. بعد كده هعمل ديفايد 4 عشان اجيب اكس واحده، عشان اجيب 1 اكس. 172 ديفايد 4، هشوفها بالكالكولاتر هتطلع كام. 172 ديفايد 4 بكام؟ ب 43. زين الفاليو اوف اكس ايكوالز ايه؟ 43. ودي مساله مش هتجيلك، بس انا شفتها يعني في النماذج، فمش هتجيلك عامه. طب عايز تعمل تشيك، ريبليس الاكس ب 43، 3 مالتبلاي 43 وماينس 8 وتشوف هتطلع بكام. وهنا الاكس ب 43 واعمل لهم بلس، هتلاقيهم جابوا 100 ايه بكده. يبقى الكويك ريفيجن بتاعتنا انتهت. لو عايز يوصلك الجديد انزل تحت الفيديو واعمل لايك، ولو انت مش مشترك في القناة شرفنا بالاشتراك في القناة. بالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.